والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة الثانية من السيريز يا جماعة راح نتكلم عن الميثود window dot alert. يمكن يكون المرة اللي فاتت لما تكلمنا عن document dot write اللي جينا ان الكونتنت بتاعنا بيبتدي يتغير او بيحصل مونتاج في المحتوى بتاع HTML، وديت كانت نقطة يعني توقف عندها كتير، عشان كده قلنا انها تبع التستنج تولدان على سبيل المراجعة. المرة دي هنشتغل على ميثود اسمها window dot alert، ونفس الكونتنت بتاعي بس انا ضفت يا جماعه، انا غيرت دوكيمنت دوت رايت غيرتها بويندو دوت الير. وطبعا من اسمها كده من الواضح انها بتعمل دور اكيد احنا عرفناه. فانا لما بكليك على الكلام ده بلاقي ان بيظهر معايا البوكس الصغير ده يقول لك ايم اليرتنج بوكس، وانت طبعا افتراض ما بيبقاش معاك غير الزرار اوكي، بس الكونتنت بتاعك بيفضل ثابت زي ما هو، فانت ما فضيتش الكونتنت الموجود من ورا، والنص اللي ظهر معاك هو اللي انت حاطه ما بين الدبل، او النص اللي عايزه يظهر في الويندو هو اللي بتحطه ما بين البريسز بتاعت مين، بتاعت الميثود ويندو دوت اليرت. اشرح فبرضه دايت بنستخدمه علشان نعمل ديباجنج تول لما المشكله في الفرق ما بين الايفنت ما بين الميثود ده واللي فات، ان اللي فات بيطير الكونتنت لكن ده بيحافظ على الكونتنت، فده يفيدك وانت بتعمل ديباجنج علشان تنشن على جزئيه من الكود هي اللي بتحاول تتعبك او عامله لك مشكله، فبتستخدم فيها الويندو دوت اليرت على سبيل انك بتحاول تعرف المشكله فين وتحاول تحدد طريقه لحلها. ده بالنسبه للميثود ويندو دوت اليرت. سبحان الله ربنا وبحمده، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.